بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال65 لثورة يوليو، وافق وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار على منح جميع نزلاء السجون زيارة استثنائية لإتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة. تقرر أنه تكون الزيارة اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 24 يوليو الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس المقبل، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المخصصة للسجناء. ده بيجي في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي مع عائلتهم.